السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 25 من بي تريبل ام بي، ولسه في تالت ام ماشين. لو عندك منتج عايز تعمله مش عارف انهي مكنه تكون مناسبه ليه، او عندك مصنع عندك فيه اكتر من مكنه وعايز تركب منتج معين على اكتر مكنه مناسبه، او حتى مسؤول عن قسم انتاج، فخليك معانا في الفيديو ده وهنعرف ايه اكتر مكنه مناسبه لمنتجك. عشان تعرف ايه هي المكنة المناسبة ليك لازم تعرف مواصفاتها وتعرف كل معلومة فيها هتفرق معاك في ايه، وعشان كده هنبتدي مع بعض بقراءة الكتالوج. هنشوفه مع بعض نقطة نقطة وهنعرف فيه كل معلومة وعلاقتها ايه بالمنتج بتاعي وازاي هتأثر على المنتج في ده. هنشوف مع بعض اي كتالوج، مش بنعمل دعاية لشركة معينة ولكن الكتالوج المتاح. لو انا فتحت اي كتالوج هيبقى قدامي المنظر بالشكل ده، هيبقى متقسم على شكل عواميد. اول عمود منهم بيبقى فيه المعلومات اللي انا محتاج اعرفها، وبعد كده كل مقاس مكنة في عمود مستقل، وبتيجي المعلومات فيه على 3 اجزاء. اول مجموعة بتبقى عن الحقن، وبيبقى فيه معلومات عن قطر الفتيل وجرة الحقنة وضغوط الحقن. تاني جزء عن الكلامبينج، مجموعة القفل، وبيبقى فيها معلومات عن الابعاد الخارجية للقالب. وتالت جزء بتبقى جنرال داتا، بتبقى فيها معلومات عامة عن المكنة، سواء الابعاد الخارجية او حجم الزيت اللي فيها او قوة الترومبة والموتور. دي التقسيمة بتاعت اي كتالوج لاي مكنة. لو خدنا اول جزء مع اول عمود ونبتدي ندخل في التفاصيل شوية. اول خانة بيبقى فيها موديل المكنة، وده بيبقى مقسوم لجزئين. جزء بيبقى فيه اسم الشركة او الرمز اللي بتديه الشركة للموديل ده، والجزء التاني بيعبر عن قدرة المكنة. يعني احنا عندنا هنا مثلا رمز لوج، ده اللي مديه الشركة للمكنة دي، وقدرة المكنة 500 طن. بعد كده يجي المعلومات الخاصة بالانجكشن، وبيبقى متقسم لثلاث عواميد عشان كل مكنة ممكن يركب عليها 3 مقاسات من الفتيل، وكل فتيل له الارقام الخاصة بتاعته، وانت بيبقى ليك مطلق الحرية تختار اي مقاس فيهم. طب اختار بناء على ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. خلينا نشتغل على العمود اللي في النص، لان هو ده عادة اللي بيبقى الستاندرد، اللي هو لو انت ملكش طلبات خاصة هو ده اللي بينزل مع المكنة بشكل طبيعي. اول خانة فيه بيبقى قطر الفتيل بالمليمتر، يعني عندي هنا الفتيل بيبقى 85 ملليمتر. هنعدي الخانة التانية ونروح للخانة التالتة اللي هو الانجكشن فوليوم، حجم الخامة المحقونة، ودي بتبقى اكبر جرعة على المكنة تقدر تحقنها في حقنة واحدة. وعشان الحجم ما بقدرش عادة احسبه، نادر لما تلاقي حد بيبقى عارف حجم المنتج بتاعه قد ايه، فبنقيس على الوزن اللي هي في رابع خانة الشوت ويت، وزن الحقنة، وبتتقاس على خامة البوليستيرين، ولو انت عندك خامة تانية بتبقى حاسب الفرق ما بينهم في الوزن، وبتبقى 1919 جرام بالنسبة للفتيل الوسط قرب ال 2 كيلو، وبتزيد مع الفتيل الاكبر توصل حوالي 2 كيلو 400، وتقل مع الفتيل الاصغر توصل حوالي 1.5 كيلو. طب ما انا اجيب بقى اكبر فتيل ويبقى عندي اكبر جرعة ويبقى امكانيات المكنة عندي احسن. مش دايما ده بيبقى احسن حل، زي ما بكسب جرعة زيادة بخسر حاجات تانية قصادها، وهيبان معايا في النقط الجاية. في الخانة الخامسة الماكسيمم انجكشن ريت، وده بيبقى معدل الحقن، وده بيديني اعلى معدل حقن في الثانية تقدر المكنة تحقنه، وده من المزايا اللي بكسبها لما بيبقى عندي فتيل اكبر. يجي بعد كده البلاستيسايزنج ريت، وده معدل الخامة اللي بيقدر يحضرها الفتيل في الساعة، ودي من ضمن الحاجات اللي بتزيد مع حجم الفتيل. في الخانة السابعة الانجكشن بريشر، ضغط الحقن، ودي اول حاجة بخسرها مع حجم الفتيل لما يزيد. كل ما حجم الفتيل يزيد كل ما ضغط الحقن يقل. طب انا امتى احتاج فتيل صغير بضغط حقن عالي، وامتى بقى محتاج فتيل كبير بضغط حقن قليل؟ ده بيحدده المنتج اللي راكب على المكنة. المنتج لو تخنته رفيعة لازم يحتاج ضغط حقن عالي، فبالتالي غصب عني اروح للمقاس الفتيل الصغير، هضحي بجرعة زيادة بس عشان اقدر احقن المنتج ده. طب لو انا عندي منتج حجمه اكبر شوية وتخاناته واسعة ما عنديش فيه مشكلة، ساعتها اروح على طول لحجم الفتيل الكبير، يديني جرعة عالية ومعدل حقن اعلى ومعدل تحضير للخامة اعلى، وفي المقابل باخد ضغط حقن اقل، اللي في الحالة دي لو عندي التخانات بتاعة المنتج بتاعي واسعة ما بتضرنيش في حاجة. يبقى باختصار كده كل ما يبقى تخانات المنتج عندي صغيرة بحتاج فتيل قطره صغير، وكل ما تخانات المنتج عندي تبقى كبيرة ما يضرنيش ان يبقى عندي فتيل كبير. طب لو عندي اكتر من منتج بيشتغل على المكنة دي،
وباكتر من تخانه واكتر من خامه، يبقى الاضمن ان انا اشتغل على الفتيل المقاس الوسط اللي بيضمن لي ارقام معقوله بالنسبه لجرعه الحقن وضغط الحقن. تيجي اخر خانه للسكرو سبيد، وده معدل دوران السكرو او سرعه دوران السكرو، وده بيفرق فيها طبعا الهيدرو موتور اللي راكب على السكرو، ودي اللي بتختلف من مكنه لمكنه او من موديل لموديل. ممكن موديل تاني يبقى مركب هيدرو موتور اقوى يديك معدل دوران اسرع، يعني مش شرط المقاس ده من المكن يفضل معدل الدوران بتاعه هو ده، ممكن شركة تانية تكون بتركب هيدرو موتور اقوى يديك معدل دوران اكتر. ده هيفيدك بايه؟ هيفيدك في ان معدل التحضير بتاع المكنة اسرع، فبالتالي هتقلل عملية الحقن. كده انا عرفت كل حاجة في الجزء بتاع الانجكشن، وعرفت ايه هي ميزة السكرو الصغير عن الكبير وعيوبه، وايه هي ميزة السكرو الكبير عن الصغير وعيوبه. وانتظرونا الحلقة الجاية ان شاء الله، وهنتكلم عن الجزء بتاع الكلامبينج، مجموعة القفل بتاعة المكنة. وزي ما في عيوب ومزايا لأحجام السكرو، هيبقى برضو في عيوب ومزايا لكل اسطمبة راكبة على المكنة. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.